هي أنواع من السيارات المعدلة التي تسبب إزعاجاً كبيراً للمواطنين، خاصة في الليل بسبب الأصوات التي تصدرها. وهذا نوع آخر من الدراجات الكبيرة، كان يتسبب البعض من أصحابها بإصدار أصوات مزعجة. فبعد شكاوى عديدة للسكان، جاء قرار منع سير هذه الأنواع من المركبات ابتداء من 10 ليلاً حتى 6 صباحاً. احنا اليوم موجودين يعني في حملة ما نقولوش توعوية ولكنها إعلامية لفائدة سواق المركبات وأيضا السيارات التي تحدث يعني تغييرات في محركها من أجل يعني إحداث أصوات وإزعاج وضوضاء. يتمنع سير هذه المركبات في الطرقات داخل المدينة من أجل الحفاظ على السكينة العامة والأمن العموميين. إعلام سواق هذه المركبات بالمخالفات المترتبة عنها، وذلك فيما يخص وضع المركبات في المحشر لمدة 8 أيام بالنسبة للمخالفين، وفي حالة العود أي عود بالنسبة لنفس المخالفة رفع مدة الوضع في المحشر إلى 15 يوما. حملة تحسيسية قام بتنظيمها كل من الشرطة والدرك الوطني للتقرب من أصحاب الدراجات النارية والسيارات المعنية، مناسبة عبر فيها بعضهم عن امتثالهم للقرار. ماذا بينا هذو صحاب ليغوب صحاب زبرانك هذو ينقصوا علينا الحصة، أنا واحد منهم ترى، أنا معاكم في القانون. أناني شوي كونتر هاد الشباب، أنا واحد راني ضد هاد الشباب. كاين إنسان مريض، كاين واحد كبير، كاين واحد بسيب شرقة في الليل، كاين اللي عنده دراري صغار. تهور بعض الشباب بإزعاج الساكنة لا سيما كبار السن والمرضى والأطفال من خلال الأصوات التي تطلقها دراجاتهم النارية أو السيارات المعدلة، جعل السلطات العمومية تستجيب لعديد الشكاوى المقدمة للحد من هذه التصرفات المزعجة.